يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسان يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسان هذا هو الحسين برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء انهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء الحلقة الثانية بعد العاشره والمئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرّف بإمامك. المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الرابع عشر من العنوان المتقدم في حلقاتنا الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الكذابون اعني مراجع النجف وكربلاء ضحكوا على ذقوننا وكذبوا علينا بينما ائمتنا هكذا قالوا لنا من ان الامه قد ارتدت وستبقى على ضلالها وسيكون التوفيق مسلوبا منها الى يوم ظهور الحجة ابن الحسن وادل دليل على ذلك ما ابتلينا به من هؤلاء الكذابين السفله من سفهاء مراجع حوزة الطوسي حوزة السفاهة والسفهاء الذين كذبوا علينا هذه الكذبة الكبرى في الوقت الذي حوزتهم مقر للقذارة العقائدية، ولأعمالهم القبيحة، ولقبائح الزنا واللواط التي تنتشر في اجوائها. هذه الحقائق لا يستطيع احد منهم ان ينكرها. وان ارادوا ان ينكروها سآتيكم بالادلة وبالوثائق الحسية التي سأرغم بها معاطسهم. وسأرغم بها أنافهم هذا هو الواقع الفاسد والمفسد الذي صنعته حوزة الطوسي وصنعه هؤلاء السفهاء من الذين يلقبون بألقاب آيات الله العظمى انهم آيات للشيطان عقائدهم الضاله المكذوبه على محمد وال محمد هي التي تتحدث عن ذلك هذا هو الجزء الرابع عشر وهذا هو التطبيق الثالث الذي عنوانه محمد الشيرازي وهذه الحلقة هي الجزء الثاني من التطبيق الثالث ذكرت لكم في الحلقة الماضية ما يرتبط بعقيدة محمد الشيرازي في أمية النبي ومن أنه يعتقد من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة وهذه عقيده مكذوبه على رسول الله وملعون من يعتقد بها وقد ذكرت لكم احاديث الائمه الاطهار في ذلك. وحدثتكم ايضا عن ذلك الضراط المرجعي الحوزوي من ان رسول الله صلى الله عليه واله ينتفع بصلاتنا عليه مر هذا الهراء ولا اريد ان اعيده وهذا الهراء ليس خاصا بمحمد الشيرازي هذا هراءهم جميعا هراء مراجع النجف وكربلاء انه هراء السفاهه والسفهاء وحدثتكم ايضا عن فتوى محمد الشيرازي وعن فتوى اخيه صادق الشيرازي وعن فتوى سائري مراجع النجف وكربلاء في نجاسة دماء محمد واهل محمد ولا اريد ان اعلق اكثر من ان اصف عقولهم عقول مراجع النجف وكربلاء من أنها عقول نجسة قذرة هذه التي تنتج لنا هذه الفتاوى النجسة القذرة هذه ما هي فتاوى واضحة من مراجع النجف وكربلاء هذه فساوى فاضحة هذه فساوى فاضحة لتلك العقول القذرة النجسة التي تصدر لنا ديننا من حوزة الطوسي حوزة السفاهة والسفهاء التي تفتي لنا من أن دماء محمد وآل محمد نجسة وهم لا يعلمون هؤلاء الاغبياء الثولان من ان امام زمانهم في يوم خروجه سيخرج لابسا قميص رسول الله وهو ملطخ بدم رسول الله سود الله وجوههم يقولون عن انفسهم من انهم نواب لصاحب الزمان هم نواب للشيطان نواب للأعور الدجال كيف يكونون نوابا ويصدرون الفساوى من أفواههم ومن عقولهم القذرة من أن دماء محمد وآل محمد نجس وإمام زمانهم سيخرج في يوم خروجه في يوم ظهوره الشريف مرتديا قميص رسول الله الذي كان عليه في يوم أحد والذي تلطخ بدماء أسنانه الشريفة بالدماء التي سالت من بدنه المقدس تلك الدماء المقدسة طاهرة أي نواب للحجة ابن الحسن هؤلاء الثولان الأغبياء الذين يقال لهم آيات الله العظمى. كل هذا مر علينا الى ان وصلت معكم الى منظومه العقائد التي يتبناها محمد الشيرازي واخوه صادق الشيرازي وهي المنظومه العقائديه التي تتبناها حوزه النجف وكربلاء. انها منظومه العقائد الطوسيه. التي علموا الشيعه عليها من ان اصول الدين خمسه وعند محمد وال محمد الدين له اصل واحد هو الامام المعصوم يا علي محمد يقول له صلى الله عليهما والهما يا علي انت اصل الدين وانتهينا مر الحديث في هذه المطالب في البرامج السابقه اتمنى ان تعودوا الى مجموعه حلقات اعرف امامك سنعيد بثها اتمنى عليكم ان تعيدوا دراستها وان تتاكدوا من عميق المطالب التي ذكرت فيها تلك هي عقيده الحق ما هذا الهراء وهذا الضراط المرجعي الحوزوي نذهب الى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان المسائل الاسلاميه انها الرساله العمليه لمحمد الشيرازي وهذه الطبعه هي الطبعه الخامسه والعشرون الف وتسعمائه واربعه وتسعين ميلادي دار العلوم بيروت لبنان في بدايه رسالته العمليه هذه وانتم تلاحظون هذه الطبعه الخامسه والعشرون هذا اصرار على هذه العقائد اصول الدين اصول الدين خمسه التوحيد العدل النبوه الامامه المعاد انها اصول الدين عند الاشاعره والمعتزله فاصول الدين عند الاشاعره التوحيد النبوه المعاد وهم النواصب نواصب السقيفه والعدل من اصول المعتزله وهم ايضا من النواصب قد يميلون الى جانب العقل النظري في متبنياتهم العقائديه والفقهيه بنحو اكثر من الاشاعره الذين لا يناصرون العقل كثيرا لا شان لي بمناهجهم لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل الفكريه التي ستاخذني يمينا ويسارا سابقى بحدود ما اريد ان اذكره في هذه التطبيقات التي تكشف لنا عن الواقع الفاسد والمفسد في اجوائنا الشيعيه وتحديدا في اجواء المرجعيه الشيعيه على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها واذواقها وقد جئتكم بمحمد باقر الصدر وله مشربه. وجئتكم بالسيستاني وله مشربه. وها انني قد جئتكم منذ الحلقه الماضيه بمحمد الشيرازي وله مشربه. لكنهم في النهايه فان احدهم يتغوط في فم الاخر. يشربون من نفس القذارة ومن العيون الكدرة القذرة النتيجة أنهم يخالفون منهج العترة الطاهرة إن كان محمد باقر الصدر أو كان السيستاني أو كان محمد الشيرازي الجميع 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 من الأموات والأحياء ومن الواقفين في صف النوبه لانتظار اقتناص المرجعيه فتلك مطامعهم وذلك هو دينهم دينهم هو ان يقتنصوا المرجعيه بايه وسيله ويضحكون على الشيعه من انهم زهاد وجاءتهم المرجعيه من دون طلب منهم من دون سعي منهم يحتو حمير حمير يصدقون بهذه الاكاذيب وبهذه الترهات وبهذا الدجل الذي يشتغل على عقول الشيعه ليل نهار منذ سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره حين أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة اللعينة البغيضة فهذه أصول الأشاعرة التوحيد النبوة المعاد والعدل الذي هو في ثقافة العترة جزء من التوحيد صار أصلاً قائما براسه وصار التوحيد من دون عدل. حمير هؤلاء مراجع النجف حمير حمير بتمام معنى الكلمه. العدل جزء من التوحيد، كيف صار عنوانا براسه؟ هذا خلاف لقواعد التقسيم عند العقلاء خلاف لقواعد القسمه في المنطق الذي يدرسونه في الحوزه نفسها. فالعدل لا يمكن ان يكون قسما براسه لانه جزء من التوحيد لماذا صار قسما براسه لان المعتزله فعلوا هذا ونحن ناخذ دين من الاشاعره والمعتزله من اعداء محمد واهل محمد اما المعاد فما هو باصل لان المعاد هو من فروع القرآن والقرآن من فروع النبوة فكيف صار أصلا الأشاعرة جعلوه أصلا نذهب إلى فاصل كل العمر زيارة يا فرحتي من عرفتك قمت احس برحمة الله تحيط بيه وادري هي من رحمتك زيارتك مولاي اوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك الزيارة اخذ كل عمري زياره حياتي بدونك ما احس قيمه حياتي. صلاتي اذا ما زورك صلاتي اسيرك منظومه العقائد هذه التي ذكرها محمد الشيرازي وهي بنفسها ذكرها اخوه صادق الشيرازي في رسالته العمليه ايضا وهي بنفسها ذكرها بقية مراجع النجف وكربلاء انها منظومة اصول الدين الخمسة بشكل اجمالي اشير الى اهم الملامح في منظومة العقائد هذه التي ذكرها محمد الشيرازي التي تخالف منطقة أهل البيت أولا هذه المنظومة منظومة أشعرية معتزلية لا علاقة لمحمد وآل محمد بها حتى أصل الإمامة الذي أضافه الطوسي حينما أخذ اصول الاشاعره والمعتزله اضاف اصل الامامه فان الامامه يعرفونها بحسب تعريف المعتزله ويضيفون اليها شيئا من التحسين ليس اكثر من ذلك حتى عقيده الامامه عندهم هي عقيده المعتزله فهذه منظومه اشعريه معتزليه التوحيد فيها توحيد معتزلي شركي بحسب اهل البيت لا بحسب انا. انا لست شيئا انا راوية حديث اروي حديث العتره صلوات الله عليها وانا مقلد لائمتي اتعلم الاصول منهم وانا افرع بحسب اصولهم هم قالوا لي علينا الاصول وعليكم ان تفرعوا فانا راوية حديث لحديث ائمتي وانا مقلد لائمتي بالمطلق في كل شيء في التفسير في التفكير في العقائد في فتاوى الاحكام في كل شيء في قراءة التاريخ في ابواب المعارف والثقافات انا مقلد لائمتي انا راوية حديث مقلد لائمتي اتعلم قواعد الفهم منهم افسر القران بتفسيرهم اخذ الاصول منهم في العقائد والفتوى ووفقا لاصولهم افرع ما يرتبط بشؤون ديني ان كان الشأن عقائديا او كان الشأن تفسيريا او كان الشأن فتوائيا او كان الشأن فكريا ثقافيا فحينما اقول لكم شيئا انني اخذه من رواياتهم حين اقول لكم عقيده التوحيد التي يتبناها محمد الشيرازي ويتبناها اخوه صادق الشيرازي ويتبناها السيستاني أيضا ويتبناها الخوئي أيضا ويتبناها محمد باقر الصدر أيضا وبقية المراجع عقيدة شركية هذا ما هو كلامي كلام الأئمة وسأقرأ عليكم حديثهم هذه منظومة عقائدية أشعرية معتزلية هذا الأمر ليس خاصاً بمحمد الشيرازي انما اتحدث حول كتاب محمد الشيرازي لان التطبيق الثالث حول محمد الشيرازي بحسب التسلسل والترتيب للموضوعات في هذه الحلقات والا فهذه العقيده عقيده جميع مراجع النجف وكربلاء اذا شذ شاذ منهم فإن شاذ لا يحسب ولا يعاد أنا أتحدث عن كبار المراجع عن المراجع الذين تأخذ الشيعة دينها منهم قد يختلف فقيه هنا، عالم هناك أنا لا أعبأ بهذه الاختلافات الشاذة أنا أتحدث عن الكبار الذين تأخذ الشيعة دينها منهم ولذا حين جئتكم بمحمد باقر الصدر لانه رمز مؤثر في الواقع الشيعي بشكل واسع كبير وحين اخذت السيستانيه اخذته بهذا اللحاظ وحين اخذت محمد الشيرازي اخذته بهذا اللحاظ قطعا تاثيره محدود لا كتاثير محمد باقر الصدر ولا كتاثير السيستاني الا ان مجموعه لا يستهان بها من الشيعه تاخذ دينها من محمد الشيرازي وصادق الشيرازي. لكنني لا اقايس مساحه التاثير بالنسبه لمحمد الشيرازي بمساحه التاثير بالنسبه لمحمد باقر الصدر. لا وجه للمقايسه اصلا. على اي حال فمنظومه العقائد هذه منظومه اشعريه معتزليه ومن اوضح ما يدل على ذلك عقيده التوحيد عندهم عند هؤلاء عند محمد الشيرازي وعند بقيه المراجع عقيده معتزليه شركيه الائمه وصفوا الذين يعتقدون بها بانهم مشركون وربما كافرون ساقرا الاحاديث عليكم هم لا يبالون الائمه وصفوا اعتقادهم من ان رسول الله لا يحسن القراءه والكتابه وصفوا هذا الاعتقاد بانه مكذوب على رسول الله وبان القائل به ملعون وهم لا يبالون يعتقدون بهذه العقيده ويثبتون هذه العقيده في كتبهم وفي تفاسيرهم وفي دروسهم ويذكرونها على منابرهم سود الله وجوههم يخالفون الائمه بشكل واضح ومباشر هذه العقيده تنكر امامه فاطمه وهذه العقيده ليس لعقيده الرجعه من وجود ضروري واساسي فيها ولذا لم يشر محمد الشيرازي الى عقيده الرجعه لا من قريب ولا من بعيد وهذه هي الطبعه الخامسه والعشرون من رسالته العمليه يعني لم يكن مشتبها لم يكن ناسيا فعقيده الرجعه ليست من صميم العقائد الاصولي التي يبتني عليها الدين وهذا يدلك على ان الرجل لا يعرف الحسين ولا يعرف شيئا عن الحسين لان نحر الحسين ثمن لمثمن هو الرجعه العظيمه لو كان يعرف الحسين مثل ما ينصبونه على أنه مرجع الحسينيين لجعل عقيدة الرجعة عقيدة أساسا وعقيدة أصلا في منظومته العقائدية هذه هذه المنظومة الأشعرية المعتزلية القذرة الشركية النجسة عقيدة نجسة هذه الأئمة يقولون عنها ذلك ما أنا الذي أقول ماذا يقول محمد الشيرازي صفحة تسعة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء إنما آخذ لكم مثالا وأنموذجا هكذا يقول والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى بقية الصفات إلى أن يقول في صفحة عشرة وصفاته هذه الصفات التي من جملتها الإرادة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والارادة الى بقيه الصفات التي ذكرها ثم بعد ان يكمل ذكر صفات الله هكذا يقول وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر ثم يضع نقاطا يعني الى اخر الصفات كالعلم والقدرة والحياة والارادة و و, و و وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط الى اخر الصفات منذ الازل فصفة الاراده صفة ذاتية ازليه هذا هو الذي يقوله والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والارادة و و و بعد ان يكمل ذكر الصفات يقول هكذا وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط مريد فصفة الارادة صفة ذاتية منذ الازل منذ الازل صفة الارادة صفة ذاتية ازلية هذا هو الذي يقوله محمد الشيرازي في توحيده ويريد من مقلديه ان يعتقدوا بهذه العقيدة وكذلك أخوه صادق الشيرازي وكذلك بقية مراجع النجف وكربلاء آل محمد ماذا يقولون ماذا يقولون هذا الكاف الشريف هذا سيد كتبنا حين أقول الكاف الشريف يعني أنني أحدث بحديثهم هذا حديث محمد وال محمد هذا الجزء الاول من الكاف الشريف وهذه الطبعه طبعه دار الاسوه طهران ايران صفحه 131 ما هو عنوان الباب؟ عنوان الباب باب الاراده انها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. فليست من الصفات الذاتيه، كل الروايات في هذا الباب عن محمد وال محمد تقول من ان الاراده من صفات الافعال وهي صفه حادثه ليست ازليه لا كما يقول محمد الشيرازي. وصفاته عين ذاته منذ الازل وجعل الاراده من جمله هذه الصفات فجعل الاراده صفه ذاتيه ازليه ائمتنا ماذا يقولون؟ يقولون ما هي من صفات الذات هي من صفات الافعال وهي صفه حادثه ليست ازليه حادثه يعني ليست ازليه عنوان الباب هكذا باب الاراده انها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل يعني وسائر الصفات الافعاليه اقرا عليكم على سبيل المثال الحديث الثالث بسنده عن صفوان بن يحيى شخصية شيعية معروفة قال قلت لابي الحسن لامامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه اخبرني عن الارادة من الله ومن الخلق اخبرني عنها عرف لي الارادة اذا كانت من صفات الخلق او كانت من صفات الله أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق قال فقال فقال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الإرادة من الخلق مني ومنكم الإرادة من الخلق الضمير ما يجول في خواطرنا ما يجول في مكنون تفكيرنا ما يجول في خلجات بواطن نفوسنا فقال الاراده من الخلق الضمير وما يبدو لهم لي ولكم بعد ذلك من الفعل نفكر نتدبر ناخذ قرارا نتراجع هذا هو الذي يدور في ضمائرنا في مكنون بواطننا فقال الاراده من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل واما من الله تعالى فارادته احداثه فعله وهو فعل حادث ما هو بأزلي الله ازلي افعاله حادثه وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي الله سبحانه وتعالى لا يروي لا يحتاج إلى التروي في التفكير إلى التأمل لأنه لا يروي ولا يهمُّ ولا يتفكر وهذه الصفات منفيه عنه وهي صفات الخلق فاراده الله الفعل له غير ذلك الى اخر الروايه ساعيد قراءتها عليكم بعد فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينه لندن عن بريد قال سمعت ابا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس اماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الامام قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أقرأ عليكم حديثا من الكاف الشريف يتناول مضمون أن الإرادة من صفات الافعال وهي صفه حادثه حينما يكون الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى التي بعضها ذاتي وبعضها فعلي ساعود الى ما قاله محمد الشيرازي بحسب ما جاء في رسالته العمليه المسائل الاسلاميه وذكرت لكم تفاصيل الطبعه الى بقيه ما يرتبط بهذه الجهه عقيدته ان الاراده في صفات الله من الصفات الذاتيه وهي صفه ازليه وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر حي مريد الى بقيه الصفات منذ الازل فهي صفه ذاتيه ازليه الكلام نفسه عند اخيه صادق الشيرازي هذه الرساله العمليه الكامله لصادق الشيرازي المسائل الاسلاميه مع المسائل الحديثه مطابقه لفتاوى سماحه ايه الله العظمى الحاج السيد الصادق الحسيني الشيرازي دام ظله هذه الطبعة الحادية والعشرون ألف واربعمية وتسعة وعشرين هجري قمري منشورات رشيد قم المقدسة فهذه الطبعة الحادية والعشرون فليس هناك من اشتباه وليس هناك من غفلة عن الموضوع ماذا قال في عقيده التوحيد؟ والامر هو هو مثل ما بينت لكم من ان منظومه العقائد هذه منظومه اشعريه معتزليه ومن ان التوحيد فيها توحيد معتزلي شركي بحسب محمد وال محمد صلوات الله عليهم وهذه المنظومة لا تعتقد بإمامة فاطمة وأما الرجعة فليس لها من ذكر في هذه المنظومة العقائدية الكلام هو هو الذي أثبته محمد الشيرازي يثبته صادق الشيرازي في صفات الله سبحانه وتعالى الكلمات هي هي الى ان يقول في صفحه سبعه وصفاته عين ذاته لا اثنينيه بينها وبينه فهو عالم قادر الى اخر صفاته الجماليه منذ الازل التي مر ذكرها كالعلم والقدره والحياه والاراده والادراك الى بقيه الصفات وصفاته عين ذاته لا اثنينيه بينها وبينه فهو عالم قادر الى اخر صفاته الجماليه منذ الازل في الصفحة الخامسة والأربعين تنتهي أوراق منظومة العقائد هذه من دون ذكر لإمامة فاطمة ومن دون ذكر لعقيدة الرجعة ومن اعتقاد توحيدي معتزلي شركي بحسب محمد وال محمد اذ عد الاراده من الصفات الذاتيه الازليه والكلام كرره ايضا صادق الشيرازي في الرساله العمليه الموجزه المختصره التي عنوانها منتخب المسائل الاسلاميه انها رساله عمليه موجزه مختصره من هذه الرسالة المفصلة. وهذه هي الطبعة الثالثة دار العلوم بيروت لبنان 2004 ميلادي. أصول الدين الكلام هو هو وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط الى بقيه الصفات التي ذكرها والحياه والاراده والادراك الى اخر الموضوع وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط الى اخر الصفات منذ الازل فهذه العقائد عقائد راسخة ثابتة عند صادق الشيرازي عند محمد الشيرازي عند سائر مراجع النجف وكربلاء إذن صفة الارادة صفة ذاتية ازلية هذه كتبهم هذه عقائدهم هذه عقيدة محمد الشيرازي هذه عقيدة صادق الشيرازي هذه عقيدة مراجع النجفي وكربلاء الكلام ليس خاصا بمحمد الشيرازي وصادق الشيرازي هذا الكافي الجزء الأول باب الإرادة أنها من صفات الفعل هذا الباب كله يتحدث عن ان الاراده من صفات الفعل هذه احاديثهم هذا الكتاب ليس فيه الا ما جاء عنهم صلوات الله عليهم الحديث الثالث بسنده عن صفوان بن يحيى قال قلت لابي الحسن لامامنا الكاظم صلوات الله عليه اخبرني عن الاراده من الله ومن الخلق قال فقال الاراده من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل نفكر نقرر وبعد ذلك نفعل واما من الله تعالى فارادته احداثه لا غير ذلك احداثه فعله فالاراده صفه فعليه ليست صفه ذاتيه. واما من الله تعالى فارادته احداثه لا غير ذلك لانه لا يروي لا يتروى في التفكير نحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى انا الذي اتروى. المخلوق نحن البشر نتروى في التفكير لانه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفيه عن وهي صفات الخلق فاراده الله الفعل لا غير ذلك ارادته الفعل فاراده الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همه ولا تفكر ولا كيف لذلك كما انه سبحانه وتعالى لا كيف له الكلام واضح فاراده الله الفعل لا غير ذلك فالاراده صفه فعليه ماذا يترتب على هذا قرات عليكم انموذجا من احاديث الائمه من الكاف الشريف هذا كتاب التوحيد وهو من اهم كتب التوحيد عندنا انه جامع من جوامع احاديث اهل البيت في عقيده التوحيد التوحيد لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره الكليني صاحب الكافي متوفى سنه 328 للهجره التوحيد هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه الباب الخامس والخمسون باب المشيئة والاراده كل الاحاديث كل الاحاديث المذكوره في هذا الباب تتحدث عن ان الاراده من صفات الله الفعليه وليست من الصفات الذاتيه كل الاحاديث عن محمد وال محمد هكذا تقول كل ما قالوه في باب التوحيد قالوا لنا من ان الاراده من الصفات الفعليه وليست من الصفات الذاتيه كل احاديثهم هذا الكافي وهذا التوحيد انا لا استطيع ان اقرا كل الاحاديث وانما قرات لكم حديثا من الكافي وساقرا لكم حديثا من التوحيد فهذه أهم كتبنا في التوحيد في توحيد محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم الحديث الخامس بسنده عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال قال الرضا هذه فتوى قطعية من إمامنا الرضا رجاء أنصتوا أنصتوا ماذا يقول ائمتكم وماذا يقول مراجعكم؟ امامنا الرضا يقول المشيه والاراده من صفات الافعال فمن زعم ان الله تعالى لم يزل جعلها صفه ازليه مثل ما فعل محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وفعل مراجع النجف وكربلاء فمن زعم ان الله تعالى لم يزل مريدا جعل الصفه ازليه ذاتيه فمن زعم ان الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد اما ان يكون مشركا او ان يكون كافرا هذه الفتوى فتوى قطعيه من الامام الرضا كل احاديث الكافي تتحدث عن هذه الحقيقه كل احاديث كتاب التوحيد للصدق كل احاديثنا في الكافي وفي توحيد الصدق وفي سائر كتبنا الحديثيه كل الاحاديث التفسيريه تتحدث عن هذه الحقيقه ايضا تفسيرهم لقرانهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير من اوله الى اخره يقرر هذه النتيجه من ان الذي يعتقد ان الاراده من صفات الله من الصفات الذاتيه ليس بموحد ليس موحدا الذي لا يكون موحدا ماذا سيكون؟ سيكون مشركا او سيكون كافرا انا اخذت اهون الوصفين لذا وصفت اعتقادهم بالتوحيد من انه توحيد شركي وما قلت هو توحيد كفري اخذت اهون الوصفين هذا كلام امامنا الرضا انتم باي كلام تعملون بكلام محمد الشيرازي من اين جاء به لا توجد روايات تقول من ان الاراده صفه ذاتيه كل الروايات في باب التوحيد التي وردت عن محمد واهل محمد تقول من ان الاراده من صفات الافعال وهذا الامر من بديهيات معتقدات محمد وال محمد في احاديثهم لا في كتب مراجع الشيعه في كتب مراجع الشيعه الاراده صفه ذاتيه من اين جاؤونا بها؟ جاؤونا بها من المعتزله وتحديدا من ابي الحسين البصري المعتزلي انه امام ائمتنا صلوات الله وسلامه عليه محمد بن علي احفظوا اسمه هذا هو امامكم الحقيقي كذابون انتم اي امام تقولون من ان امامكم علي هذا طبخوا له قيمه سوي له اش سوي له شله من طيع الله حظكم وحظ دينكم امامكم هو هذا هذا هو إمام الأئمة، هذا هو إمام الخوئي وإمام السيستاني وإمام محمد باقر الصادر وإمام الطوسي أساساً. احفظوه احفظوه محمد بن علي ابن الطيب المعتزلي البصري والمكنى بأبي الحسين معروف بأبي الحسين البصري. هكذا يذكر في الكتب والأسفار أبو الحسين البصري هو هذا محمد بن علي بن الطيب المعتزلي البصري إمام المعتزلة ويعد هو أنبغ المعتزلة عبر التاريخ وهو إمامنا وإمام أئمتنا إمامنا الرضا ما يفتهم شن فهمه الامام الرضا هكذا يقول فمن زعم ان الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد هذا حجك اخذه اليك شن فهم الامام الرضا الامام الكاظم ما يفتهم اللي يفتهم هو ابو الحسين البصري المعتزلي وذولا شرابيتكم مراجع النجف وكربلاء من زمان الطوسي يأخذون دينهم من هؤلاء المعتزلة حينما أقول لكم هناك تشيعان هذا الكلام ليس سياسيا هذا الكلام ليس دعاية هذا خلاصة عمري أكثر من أربعين سنة أنا أبحث في هذه المتاهات وفي هذا الضلال صدقوني ما وجدت شيئا عند مراجع الشيعه من دين محمد وال محمد دين اخذوه من الائمه الذين ذكرته دينا اخذوه من الائمه الذين ذكرتهم لكم في الحلقة الماضية محمد ابن إدريس الشافعي محمد ابن جرير الطبري محمد ابن علي بن الطيب المعتزلي البصري أبو حامد الغزالي محمد بن عمر إنه الفخر الرازي محي الدين ابن العربي محيي الدين ابن عربي واضاف الينا بعد ذلك محمد باقر الصدر حسن البنا وسيد قطب هذه مجموعه ائمتنا صدقوني كل دينكم عقائد تفسير احكام فتاوى كل ما عندكم من دين ماخوذ من هؤلاء الائمه الذين ذكرتهم لكم هذا الكتاب ما هو ما هو هذا الكتاب هذا الكتاب هو الكتاب الاول والاساس الذي ياخذ طلاب الحوزه في النجف عقيدتهم منه هذا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد تجريد الاعتقاد كتاب موجز مختصر في بيان منظومه العقيده التي يفترض انها للشيعه، من الذي كتبه؟ نصير الدين الطوسي، هو غير الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي توفي سنه 460 للهجره نصير الدين الطوسي كان في طبقه اساتذه العلامه الحلي فتجريد الاعتقاد هو نص عقائدي متن عقائدي كتبه نصير الدين الطوسي شرحه العلامه الحلي كشف المراد هذا شرح العلامة الحلي لتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة ماذا قال العلامة الحلي في المقدمة؟ دققوا معي هذه المعلومات لن يقولها لكم احد انتم تعيشون مع معممين كذابين حقراء سفله اتحدث عن المراجع اما صغار المعممين فهؤلاء مطايه 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 لا يعرفون شيئا صفحه اربعه وعشرين ماذا يقول العلامه الحلي والان حيث وفقنا الله تعالى للاستفاده من مولانا الافضل العالم الاكمل نصير المله والحق والدين محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف العقلية يعني أن العلامة الحلي كان تلميذا عنده في هذه الأبواب ووجدناه راكبا نهج التحقيق سالكا جدد التدقيق معرضا عن سبيل المغالبه يعني عن الجدل تاركا طريق المغالطه تتبعنا مطارح اقدامه في نقضه وإبرامه ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان يعني بعد أن توفي وجدنا كتابه الموسومة بتجريد الاعتقاد هكذا يصفه قد بلغ به أقصى المراد فهذه المنظومة العقائدية الكاملة وجدنا كتابه الموسومة بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المراد وجمع جل مسائل الكلام الكلام عنوان للعلم الذي يدرس الاعتقاد علم أصول الدين وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام إذن هذا هو تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي هكذا يقول عنه العلامه الحلي قد بلغ فيه اقصى المراد من هنا كتب له شرحا هذا هو شرح العلامه الحلي لتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي بحسب الطبعه التي اشرت اليها صفحه اربعميه واحد المساله الرابعه في انه تعالى مريد الحديث عن صفه الاراده لا بد ان تعرفوا من ان نصير الدين الطوسي كان شيعيا اثني عشريا صحيح هذا لكنه كان مشبعا بافكار الاسماعيليين ولذا هناك من عده اسماعيليا لم يكن اسماعيليا ربما كان في فتره من فترات حياته لكنه قطعا كان مشبعا بالفكر الاسماعيلي وكان متاثرا جدا بالفكر الصوفي الناصبي لا اريد الحديث عن نصير الدين الطوسي الان وانما نذهب الى المساله الرابعه في انه تعالى مريد قال من الذي قال؟ نصير الدين الطوسي وتخصيص بعض الممكنات بالايجاد في وقت يدل على ارادته تعالى انا لا اريد ان اشرح كلامه فهذا سيحتاج الى وقت طويل اذهب الى موطن الحاجه فقط اقول هذا قول العلامه الحلي شرحا للكلام الذي قراته قبل قليل اتفق المسلمون على انه تعالى مريد على انه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه فابو الحسين هذا امام ائمتنا هذا ابو الحسين المعتزلي البصري حتى حينما يذكره يذكره بالكنيه فقط من دون اوصاف ولا القاب لانه معروف بين مراجع الشيعه وعلماء الشيعه فهو امامهم وسيدهم وياخذون الدين منه ويتركون احاديث العتره الطاهره فابو الحسين وهو المعتزلي البصري جعله نفس الداعي على معنى ان علمه تعالى بما في الفعل من المصلحه الداعيه الى الايجاد هو المخصص والاراده وبهذا ستكون الاراده صفة ذاتية إلى أن يقول قال وليست زائدة على الداعي من الذي قال؟ نصير الدين الطوسي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء أقول العلامة الحلي يقول اختلف الناس هنا فذهبت الاشعريه الى اثبات امر زائد على ذاته قديم هو الاراده وهذا عين الضلال هذا شرك والمعتزله اختلفوا فقال ابو الحسين انها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف اختاره نصير الدين الطوسي والذي اختاره العلامه ايضا لان العلامه وجد في تجريد الاعتقاد ان نصير الدين الطوسي قد بلغ اقصى المراد في بيان حقيقه الاعتقاد فالعلامه على نفس هذا الراي فالاراده صفه ذاتيه وما هي بصفه فعليه هذا هو الكتاب الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء وهو اعلى مستوى لدراسة العقيدة في هذه الحوزة لأن طلاب الحوزة يبدأون في المقدمات بدراسة عقائد الامامية للمظفر وعقائد الامامية ماخوذ من هذا الكتاب وبعد دراسة عقائد الامامية يدرسون شرح الباب الحادي عشر المتن في اصله للعلامه الحلي والشرح للمقداد السيوري من علماء الحله وهو في الحقيقه خلاصه لهذا الكتاب ايضا بعد ذلك ينتقلون لدراسه شرح التجريد هو هذا وهو اعلى كتاب يدرس في العقيده في حوزه النجف وكربلاء. هناك كتب اخرى ولكن الكتاب الاصل هو هذا. ومن هنا ياخذ المراجع عقائدهم. وهذه العقائد التي اثبتت في هذا الكتاب منها ما اصله صوفي ومنها ما اصله اسماعيلي ومنها ما اصله معتزلي لكن الفكر الاعتزالية هو الفكر الحاكم في منظومة العقائد التي جاءت في هذا الكتاب إذا عندنا الآن ثلاث جهات عندنا كتب الكلام الشيعي والذي هو في الحقيقه كلام معتزلي هذه الكتب التي هي كتب الحوزه تقول من ان الاراده صفه ذاتيه استنادا الى ابي الحسين البصري المعتزلي وعندنا الكهف الشريف وعندنا توحيد الصدوق عندنا احاديث الائمه قرأت عليكم حديثا عن الامام الكاظمي وحديثا عن الامام الرضا وهكذا بقيه الاحاديث تقول من ان الاراده من صفات الافعال صفه فعليه حادثه هناك قولان قول المعتزله هو ان الاراده صفه ذاتيه ازليه قول محمد وآل محمد من أن الإرادة صفة فعلية حادثة ماذا قال مراجع الشيعة هذا محمد الشيرازي وهذا صادق الشيرازي وبقية مراجع النجف وكربلاء قالوا من أن الإرادة صفة ذاتية أزلية هل أخذوها من محمد وأهل محمد اخذوها من المعتزلة ما هذا الذي اقوله لكم هؤلاء معتزلة توحيدهم معتزلي شركي وكل دينهم هكذا عقيدتهم في النبوة عقيدة معتزلية عقيدتهم في الإمامة عقيدة معتزلية عقيدتهم في المعادي عقيدة معتزلية هؤلاء معتزلة ما هم بشيعة محمد وال محمد. هؤلاء معتزلة ما هم بشيعة محمد وال محمد. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم لكنني قد قرأته في عقود ماضية قرأته بالتفصيل ووجدت كل شيء عند مراجع النجف وكربلاء جاءوا به من النواصب وخالفوا فيه محمدا وآل محمد انا لا احدثكم عن بعض شيء احدثكم عن كل شيء كل شيء عندنا في الجو الشيعي يخالف الذي عند محمد وآل محمد هذه البراهين بين ايديكم ما هذا التوحيد؟ الامام الرضا هكذا يقول فمن زعم ان الله تعالى لم يزل مريدا شائيا بالضبط كما يقول المعتزله فليس بموحد مراجعكم يرفسون حديث الائمه باحذيتهم ويذهبون يركضون وراء المعتزله هذا هو الذي اقوله دائما من انهم غطسوا في العيون الكدره القذره لهذا السبب اصف عقائدهم بالضراط العقائدي تلومونني الذي يترك حديث الائمه ويذهب وراء النواصب وبعد ذلك يصبح نائبا للامام الحجه وانتم تتمسحون بتراب اقدامه وترسمون له الصور المقدسة في أذهانكم أنتم مطايا لو مو مطايا شو تقولون شو تقولون مطايا لو مو مطايا أنتم هذا هو واقعكم هذا هو واقع مراجعكم وصدقوني كل دينكم هكذا من أوله إلى آخره هذا هو الذي عليه مراجع النجاة يعيشون على الضلال ويضحكون عليكم ويضللونكم ويموتون على الضلال هذا دعاء العديله الذي دائما احذركم منه وانتم تصرون على قراءتي هذا الدعاء لم يرد عن اهل البيت كتبه مراجع النجف وكربلاء موجود في مفاتيح الجنان توحيده شركي بحسب توحيد المعتزلة لأن المراجع قد كتبوا ذولا وراكم وراكم مطيحين حظكم وأنتم أحياء ومطيحين حظكم وأنتم موتى يا أيها الشيعة ارحموا موتاكم إما أن تتركوا الموتى هكذا هو كان طايح حظه وما طايح حظه على عقيدة طاي خلو خلوا يولي على هذه العقيدة طاي ليش تجون وتأكدون لطيحة الحظ بدعاء العديلة خلوا يولي الشكل تريدون النجاة له تأخذون النصيحة مني أفضل أفضل النصوص إذا أردتم أن تقرؤوها عند الميت دعاء صنمي قريش اقرأوه أولا وبعد ذلك اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة صدقوني سيكون ذلك سبب نجاة له وإن كانت عقيدته هي عقيدة المراجع حينما كان حيا كان طايع حظه تابع ذول المراجع طايع حظهم عقائدهم طايع حظه هو عقيدة طايع حظه واللي عقيدته طايع حظه هو هم طايع حظه لكن رحمه الائمه تدركه هو جاهل حمار وركب على ظهره ادركوا موتاكم بقراءه دعاء صنمي قريش الذي يحاربه السيستاني ادركوا موتاكم بقراءه دعاء صنمي قريش وبعد ذلك اقرا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة وحق الحسين هذه هي صكوك النجاة مو هذا الخرط دعاء العديلة دعاء ضلال اقرأ عليكم هذه الفقرات التي هي وفقا لتوحيد المعتزلة هذا توحيد شركي بحسب اهل البيت ماذا يقول دعاء العديله الذي هو دعاء مراجع النجف وكربلاء مع ملاحظه ان الدعاء لا يشير الى عقيده الرجعه وليس فيه ذكر لتفاصيل عقيده البراءه وليس فيه ذكر للزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولامامتها بانه بانه بان الله لا اله الا هو ذو النعم والاحسان والكرم والامتنان قادر ازلي عالم ابدي حي احدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدره والقوه وكان عليما قبل ايجاد العلم والعله لم يزل سلطانا اذ لا مملكه ولا مال ولم يزل سبحانا على جميع الاحوال وجوده قبل القبل في ازل الازال وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال واضح الحديث عن ان الاراده من الصفات الذاتيه الازليه السياق هكذا يقول من اوله الى اخره فهذا توحيد شركي يخالف منطق الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فمن زعم ان الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموعد دعاءه العديله بالضبط مثلما يقول امامنا الرضا انها عقيده الذي ليس بموحد فارحموا موتاكم ارحموا موتاكم لماذا تلقنون الموتى ادعيه الضلال وعقائد الضلال انها عقائد مراجع النجف المراجع يقرا عندهم هذا الدعاء يطبهم طوب هم مطايا حظهم وادعيتهم طايح حظها، وعقائدهم طايح حظها، وسود الله وجوههم في الدنيا والاخره، مثلما سودوا ديننا، ومثلما جعلونا ناخذ الدين من المعتزلة، من اعداء علي وال علي. هذا هو واقعكم. كذبوني ولو بحرف. هذه الحقائق امامكم. هذه الكتب والمصادر، أنا ما جئت بشيء من عندي هذا شرح التجريد الكتاب الأول الذي يدرس في الحوزة في باب الاعتقاد الكتاب الأعلى ولو استفتيتم مراجعكم من أنكم تأخذون العقيدة منه لشجعوكم على ذلك ولقالوا لكم من ان الكتاب من افضل الكتب في باب العقيده وهذه الرسائل العمليه لمحمد الشيرازي وصادق الشيرازي وهذا الكافي وهذا توحيد الصدوق انا ما جئت بشيء من عندي عرضت لكم ماذا تقول المعتزله وماذا يقول مراجع الشيعه وماذا يقول اهل محمد فأنتم مع من؟ مع آل محمد أم مع هؤلاء المراجع؟ إذا كان المراجع على عقائد ضالة كيف ستكون فتاواهم صحيحة؟ ستكون فتاواهم ضالة هم أساسا يشترطون في الفقيه أن يكون على عقيدة حسنة فأية عقيدة حسنة هذه؟ هذا هو الواقع الشيعي فاين الصلاح والاصلاح يا ايها المراجع الكذابون الافاقون الدجالون يا ايها السفله اين الصلاح والاصلاح ما هذا حالكم حال الضلال انتم مشركون انتم كافرون لست انا الذي اقول هذه كتبكم وهذه احاديث العتره انا ناقل لا تقولوا بعد ذلك الغزي يكفر المراجع، انا لا اكفر المراجع، انا لا اكفر احدا، لا شان لي باحد. هذه كتبكم وهذا ضراطكم وهو ضراط المعتزله. وهذا حديث العتره، هذا حديث الطهاره، هذا هو الكلام النور، كلامكم نور. انتم تتركونه وتذهبون إلى تلك الحفر القذرة النجسة شبيه الشيء منجذب إليه عقولكم قذرة ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة لا تتذوقون حديث العترة الدورون وين ماكو زبالة ترحون إلها يا زبالة ومن يك ذا ثمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال لا تتذوقون الماء الزلال نذهب إلى فاصل Ciao! تفاسير الشيعة تنافر تفسير اهل البيت. عقائد الشيعة تنافر عقائد اهل البيت. الفتاوى والاحكام تنافر فتاوى واحكام اهل البيت. انتم حينما تعملون بالرسائل العملية تتوقعون ان هذه الفتاوى توافق فتاوى اهل البيت ابدا هذه الرسائل العمليه في اصولها وحتى في تفاريعها في اكثر المواطن هي تجانب فتاوى اهل البيت فقه اهل البيت التفسير العقائد قراءه التاريخ معرفه الماضي معرفه المستقبل من اين ياخذ الشيعه رؤيتهم التاريخيه يأخذونها من الطبري الطبري هو الذي يشكل ثقافة الرؤية التاريخية الشيعية وقد تحدثت عن هذا الموضوع إلى الحد الذي المراجع في استنباط الأحكام في بعض المواطن من الفتية يقدمون قول الطبري على قول أئمتنا وقد جئتكم بمثال واضح وأكثر من مثال ولكنني جئتكم بمثال واضح من فتاوى الخوئي وجئت بالكتب وجئت بالمصادر وكيف انه يقدم قول الطبري على اقوال ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين عرضت لكم الروايات وعرضت لكم ماذا قال الطبري وماذا قال ائمتنا وكيف افتى الخوئي وهذا مثال وانا قد جئتكم بامثله كثيره وكثيره جدا عبر هذه السنين انا لا استطيع ان استعرض في هذه البرامج كل المطالب التي اعرفها فمن اين اتي بالوقت؟ لا يمكن ذلك مستحيل مستحيل لا يمكن ان يكون ذلك هذه برامج لها حدودها قواعدها طبيعتها طبيعه العمل الاعلامي طبيعه العمل التلفزيوني لا يمكن ان اضع كل شيء على الطاوله هنا بين يدي في هذا الوقت المحدود لكنكم تستطيعون ان تتابعوا برامجي وانا لا اطلب منكم ان تتبعوني انا لا اريد من احد ان يتبعني وحق زاره لا اريد من احد ان يتبعني لانني لا اثق باحد من الناس من الاخر من الاخر لا اثق باحد من الناس هكذا علمتني الحياه حينما اقول لا اثق باحد من الناس لا اتحدث عن الثقه الاجتماعيه في المجاملات والتعاملات اليوميه وانما لا اثق بالموقف العقائدي لاحد من الناس والا لا استطيع ان اعيش من دون ان اثق ببعض الناس في التعامل اليومي في الحياه فانا لا اتحدث عن الثقه الاجتماعيه وانما اتحدث عن الثقه في الموقف العقائدي فلقد رايت ما رايت في هذا الطريق الطويل اللاعب لا اثق باحد ولذا لا اريد من احد ان يتبعني لا اطالبكم بهذا الامر ولا اطالبكم ان تصدقوني انا اطالبكم ان تقولوا هذا الرجل ليس مجنونا هذا البرنامج على سبيل المثال منذ الخامس عشر من شهر ذي الحجه وأنا حبيس هنا أمام الكاميرات الذي سافر سافر والذي نام نام والذي أنهى تبليغه والذي رجع إلى أهله والذي والذي وأنا في كل يوم أمام هذه الكاميرات وتحت هذه الاضاءه الشديده والبث المباشر مسؤوليه ثقيله علي ان احسب حسابا لكل نفس من انفاسي هذا بث مباشر ما هو مزاح وفي موضوعات خطيره جدا وانا دائما اذهب الى الحقول الشائكه الى المساحات الملغومه ابحث عن هذه الاماكن كي ادوس عليها كي افجرها الذي اطلبه منكم ان تقولوا هذا الرجل ليس مجنونا يجلس هذه الساعات وياتي بهذه المصادر وبهذه الحقائق وبهذه الوثائق، معقوله هذا يكذب؟ معقوله هذا يفتري على هؤلاء؟ شنو مصلحته هذا؟ فكروا في هذا فكروا في هذا، معقوله انا اجي امام الناس وامام الكاميرات، اتعلمون انا الان موجود على شاشه التلفزيون. وهذا البث المباشر موجود على الانترنت على موقع القناه موجود بالصوت والصوره وموجود على راديو القمر بالصوت فقط وهناك في الكثير من صفحات الفيسبوك في الكثير من المواقع هناك بث مباشر نفس هذا البث يعرض على الكثير من المنصات والصفحات والمواقع في هذه اللحظه فهل يعقل لرجل عاقل ان يقوم بكل هذا وهذه الامور لا حقيقه لها اذهبوا وراءها وتاكدوا بانفسكم حينما تموتون لن تستطيعوا ان تفعلوا شيئا ستندمون ولكن ما احياء بامكانكم ان تتاكدوا انا اقول لكم اي واحد منكم الان لو خبره شخص حتى لو لم يكن يثق بذلك الشخص فقال له راقب زوجتك زوجتك على علاقه مع فلان لن يستطيع ان ينام الليل هذا الزوج سيجند كل طاقته لمتابعه هذا الموضوع مع ان الذي اخبره هو اساسا لا يثق به ولم يقدم له دليلا ما قيمه زوجتك حتى لو كانت لها علاقه مع ذلك الشخص بالقياس الى عقيدتك ودينك يمكنك ان تطلقها وان تذهب لحالها وانتهى الامر اذا كانت على علاقه مع شخص اخر يمكنك ان تطلقها لكن العقيدة ماذا تفعل لها إذا كانت عقيدتك عقيدة مراجع النجف وكربلاء فصدقني هي عقيدة ضلال ما هي بعقيدة محمد وآل محمد لا أطالبك أن تعتقد بعقيدتي أطالبك أن تتفحص الذي أقوله أن تتأكد بنفسك لا شأن لا شأن لك بي ولكن تأكد من هذا الكلام الذي أنا أقوله على أي حال تلك مشكلتكم ما هي مشكلتي أنا ساوضح الحقائق وبعد ذلك اقول لكم في امان الله لا شان لي بكم فمنظومه العقائد التي اثبتها محمد الشيرازي في رسالته العمليه وهي بنفسها اثبتها اخوه صادق الشيرازي المرجع المعاصر وهذه هي عقيده مراجع النجف وكربلاء وهي العقيده المثبته هنا في شرح التجريد وفي سائر الكتب العقائديه الحوزويه هذه عقيده مسخ مركبه من قذارات الاشاعره وقذارات المعتزله ولا علاقه لمحمد وال محمد بها اطلاقا هناك شيء بسيط اخذوه من عقيده محمد واهل محمد واقحموه في هذه المنظومه العقائديه الضاله اوضح مثال توحيدهم انهم مشركون ما انا الذي اقول امامنا الرضا امامنا الكاظم ائمتنا يقولون عن عقائد هؤلاء من انهم مشركون، من انهم كافرون، الامام الرضا يقول: ليس بموحد الذي لا يكون موحدا قد يكون كافرا وقد يكون مشركا. وهؤلاء هم الذين وصفهم امامنا الصادق في روايه التقليد من انهم اضروا على ضعفاء الشيعه، على ضعفاء الشيعه في العقيده في العقيده. من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ما هذا كلام أئمتنا هذا كلام الصادق هذا كلام الكاظم هذا كلام الرضا لا يعجبكم هذا الكلام يعجبكم ما نقلوه لكم عن المعتزلة عن أبي الحسين البصري المعتزلي انه امام ائمتنا صلوات الله وسلامه عليه الى متى تبقون في هذه المهزله اعود الى هذه المنظومه العقائديه المسخ التي هي اشعريه معتزليه وتوحيدها شركي معتزلي هذه المنظومه لا تعتقدوا بامامه فاطمه هذا الموضوع انا اشبعته بحثا واستدلالا لكنني اريد ان الفت انظاركم الى استدلال سريع موجز وهذا الاستدلال موجود في بيوتكم في نهج البلاغه وهذا الاستدلال موجود في بيوتكم في مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان كتاب متوفر في كل بيوتكم الخطوه الاولى اتمنى عليكم ان تذهبوا الى حديث الكساء اليماني لا تقراوا الحديث بكله حتى لا تتعبوا خوفا على مزاجكم البرتقالي او على مزاجكم البنفسجي. تركضون 24 ساعه في خدمه ذولا السفله مراجع النجف وكربلاء بس ما تركضوا لكم دقائق او ساعات كي تعرفوا عقيدتكم التي هي عقيده محمد واهل محمد. على اي حال تلك مشكلتكم. ذلك سوء طالعكم وسوء توفيقكم ان ربطتم انفسكم بهؤلاء السفله بسفله الشيعه انهم مراجع النجف وكربلاء اذهبوا الى حديث الكساء حديث الكساء اليماني واقراوا فيه لما سال جبرائيل سأل الله عن الذين لأجلهم وفي حبهم خلق الله كل شيء فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ من هم الذين تحت الكساء؟ الذين لاجلهم خلق الله كل شيء من هم هؤلاء؟ الله يجيبه فقال عز وجل هذا الكلام تحدثنا به الزهراء، الزهراء كانت تسمع كانت تسمع المحاورة كانت حاضرة شاهدة على تلك المحاورة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هذا الخطاب موجه لبني ادم ولمن هو دونهم للملائكه الملائكه ايضا مخاطبون بهذا الخطاب والجن ايضا مخاطبون بهذا الخطاب فمحمد مبعوث للانس وللجن وللملائكه ولكل الموجودات انه رحمه للعالمين الملائكه جزء من العالمين او لا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الملائكه من العالمين او لا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وقل اعملوا يا ايها الملائكه يا ايها الادميون يا ايها الجان ويا ايها الكائنات في كل طبقات هذا الوجود وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فاطمه من المؤمنين او لا ولذا فهي ترى كل شيء فهذا جبرائيل هذا جزء من نشاطه وعمله فلا بد ان تكون مشرفه ناظره مطلعه على الذي يقوم به جبرائيل هذه ما هي بمعجزته هذا هو شانها مثلما شاني ان ارى سطور الكتاب بين يدي هي من شانها ان ترى هذه الاشياء هذا ما هو بشيء غريب عليها ليس الحديث عن فاطمه هنا اعود الى حديث الكسر فلما سال جبرائيل سال الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه الذين هم تحت الكساء ومعدن الرساله من هم لازال الحديث الالهي مستمرا فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه هم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هذه سيدتهم لست أنا الذي أقول سبحانه وتعالى هو الذي يقول وفاطمة هي التي تروي لنا والله في قرآنه حين تحدث عن دينه ماذا قال في سورة البينة وذلك دين القيمة هذه هي القيمة عندكم قيمة غير هذه من هي؟ ارشدونا اليها ونحن سنكفر بهذه ارشدونا الى قيمه اخرى ونحن لن نعبأ بهذه القيمه والله ما عندكم الا فاطمه هي هذه القيمه وذلك دين القيمه هي هذه القيمه ولذلك جعلت اولا هم القيمة وأبوها وبعلها وبنوها بالضبط هذا هو التعبير هم فاطمة هي هذه القيمه جعلت في البدايه هم القيمه وأبوها وبعلها وبنوها اذا أهل بيت النبوه ومعدن الرساله من هم؟ فاطمة وأبوها فاطمة في البداية عرفتم أو ما عرفتم من فدوة روح لكم هو اللي يمشي وراء ذولا المراجع يفتهم ما يفتهم ذولا يطمون عقله ذولا طيحوا حظكم طيحوا حظكم لم يتركوا لكم بصيرة طيحوا حظكم أخرجوا صورهم من بيوتكم أخرجوا عقائدهم من عقولكم لا تبقوا لهم ذكرا في حسينياتكم دمروكم دمروكم الخطوه القادمه تكون بعد الفاصل عن الهيثم بن واقد عن, عن مقرر قال سمعت أبا, ابا عبد الله, عبد الله امامنا الصادق صلوات, صلوات الله عليه, عليه يقول, يقول جاء ابن الكوائي, الكوائي الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه, صلوات الله وسلامه عليه, عليه فقال يا امير المؤمنين وعلى, وعلى الاعراف رجال, رجال يعرفون كلا, كلاً بسيماهم فقال, فقال نحن, نحن على, على الأعراف, الاعراف نعرف انصارنا بسيماهم ونحن, ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل, عز وجل الا بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامه على الصراط فلا يدخل الجنه الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرناه ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم, يعني اعتصم الناس, الناس به ولا سواء حيث ذهب, ذهب الناس, الناس الى عيون, عيون كدرة يفرغ, يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب, من ذهب إلينا, الينا الى, إلى عيون صافية تجري بامر ربها لا, لا نفاد لها ولا انقطاع الخطوة الثانية: اذهبوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة واقرأوا في بدايتها، ماذا تقولون وأنتم تقرؤون في بداية الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة فهذا السلام على من؟ على الذين ذكروا في حديث الكساء او على غيرهم ماذا تقولون انتم؟ في حديث الكساء هم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها في اول الزياره الجامعه الكبيره السلام عليكم يا اهل بيت النبوه وموضع الرساله هذه مجموعه اخرى او المجموعه هي هي ماذا تقولون انتم المجموعه هي هي وفي نفس الزياره هكذا نخاطبهم جميعا واشهد انكم الائمه الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون إلى بقية الأوصاف وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون ويتكرر لفظ الأئمة في زيارة الشريفة أنا لست بصدد تتبع الكلمات هنا يمكنكم أنتم ان تعودوا الى الزياره كي تجدوا ان لفظ الائمه موجود على طول الزياره الشريفه الى اخر جمل الزياره الجامعه الكبيره اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد واهل بيته فاطمه داخله هنا او لا؟ من محمد واهل بيته. من هم هؤلاء؟ من محمد واهل بيته الاخيار الائمه الابرار. هذه الصفات لجميعهم لمحمد واهل بيته. فاطمه داخله هنا او انكم تخرجونها على اي اساس؟ على أساس أن مراجع النجفي لا يعتقدون بإمامتها إذا كانت القضية هكذا طيع الله حظكم وحظ مراجعكم مراجعكم هتلية يركضون ورا النواصب وراء المعتزلة وجايب لكم دين منك وأنا جاي أجيب لكم دين من العيون الصافية وأقول لكم أنتم تفحصوا بأنفسكم لا تنصبوني اماما لكم ولا اريد ان اكون مصدرا لدينكم انما اجعلوني علامه مصدرا من مصادر المعلومات وليس من مصادر دينكم من مصادر المعلومات خذوا مني هذه المعلومات وافحصوها بانفسكم وتاكدوا منها هذه المنظومه ترفض امامه فاطمه ولا تعتقد بها اما عقيده الرجعه فليس لها من محل في هذه المنظومه لماذا نحن خسرنا المنفعه الكبيره التي كان بامكاننا ان نجتنيها من المشروع الحسيني لعدم معرفتنا بحق الحسين الثابت في اعناقنا ولن نستطيع ان نعرفه من دون ان نعرف عقيده الرجعه العظيمه ما عندنا من دين هو عباره عن رقع وعن مزبله اخذناها من مزبله النجف ومن اولئك السفهاء الضالين الذين نعتقد انهم نواب لصاحب الزمان اتحفونا 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 بالوثيقه الديخيه المباركه ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أزق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة هي قال توصل إنهم تركبهم يعني مش شيء يعني. عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل وش داعي أقول تركب يعني خلافه اهميه جميله، ما تقول خلافه اهميه جميله، بقول لك يا حركه فطوش ديخ بالعربيه فطوش، والنص عباره كن على ثقه كلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب له اسماء، عرفت قال اركب مثل ما ركبت نام ديخ ومشي. لا مو علم اجمالي هذا واقع الواقع واقع الشيعه، لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه. واقع الشيعه ويبدو انه سيبقى كذلك فالواقع تشكله العقول عقول اهل الواقع والعقول تتشكل بالعقيده التي تحملها فاذا كانت العقيده التي تحملها عقولنا لا علاقه لها بال محمد صلوات الله عليهم كما هو الحال كما هو الواقع فاننا نخدع انفسنا حين نتصور ان واقعنا يرتبط بال محمد اننا نضحك على انفسنا وهذا هو الذي جرى على الشيعه منذ سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره حين اسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزه النجف المشؤومه اللعينه البغيضه ونحن نجني ثمارها ثمارها القبيحه ثمارها الملعونه هذه العقائد الضاله وهذا الجهل المتفشي عند المراجع قبل عامه الشيعه بثقافه اهل البيت وبقرانهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم والنتيجه مراجع سفله سفهاء اغبياء عقائدهم ناصبيه يدعون انهم نواب لصاحب الزمان ونحن نقدسهم وناخذ الدين القذر منهم هذا هو الواقع الشيعي من الاخر وقت الحلقه انتهى وللحديث صله لا زال كلامي في التطبيق الثالث محمد الشيرازي زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي نلتقي غدا ان شاء الله تعالى